الفيديو ده كل واحد مامته متوفية، ما تزعلش ان مامتك يعني ربنا افتكرها وكده يعني، وده مش ابتلاء ولا حاجة، ده ربنا بيحبها عشان كده واخدها عنده. فانت ما تزعلش او تتضايق لما تلاقي حد منزل صور هو ومامته وكده وفرحان بعيد الام وبيحب مامته، انت كمان بتحب مامتك يعني، ما سابتكش ولا مرة في حياتك بدون ما هي متوفية، هي جنبك ومعاك وبتشوفك كمان كل يوم وبتطمن عليك. انت حاول ما تتضايقش من الحتة دي. اي نعم الام هي الحب والعطاء وكل حاجة، انت لما الام دي بتبقى رقم واحد في حياة اي حد. دخلت البيت فين ماما، صحيت من النوم فين ماما، رايح الدرس فين ماما، هتنام فين ماما، كل حاجة الحياة دي هي الام. فربنا يدينا طول العمر ونشوف امهاتنا كده كويسة، ولو مامته متوفية انا مش هبقى تزعل او تتضايق، مامتك في حتة احسن من هنا بكتير يعني، لان انا بشوف ناس بتبكي في عيد الام دوت، ودوت غلط، هي كده كده مش بتحب مامتك، هي كده يعني بتزعلها، هي كده بتبقى زعلانة لما انت بتشوفها بتعيط، هي بتبقى زعلانة. فانت حاول تبقى يعني خالتك مامتك على فكرة، كل الناس دي يعني هينسى كلهم يعني، كل الامهات تبقى مامتك يعني، انت بالذات ما ينفعش تزعل، انت مامتك جنبك عمرها ما هتسيبك، اي نعم متوفية بس هي في قلبك.